احتفت كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبد العزيز باليوم العالمي للتلفزيون، والذي يعتبر أحد أهم الوسائل التي صنعت الوعي حول العالم منذ بداية نشأة هذا الجهاز العظيم وحتى يومنا هذا. وفي هذه الفقرة بنحاول معاكم مشاهدينا قراءة المشهد بأسلوب عصري حول امتداد تأثير هذا الجهاز الذي نحدثكم عبره الآن، وكيف صمد أمام كل المتغيرات التي استجدت في هذا العالم. يشرفني أن أرحب بضيوفي عبر سكايب الدكتورة خلود ملياني، وكيلة كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبد العزيز، وأيضا في الاستوديو الأستاذة حنين مكي، محاضر بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا فيكم في فقرة اليوم برنامج ساعة شباب. وبداية أبدأ معك دكتورة خلود، يعني سعداء كثير صراحة لاحتفالكم اليوم، وكيف تقرأين التأثير الذي أحدثه التلفزيون في حياة الإنسان منذ بداية ظهوره وحتى اليوم؟ أهلا وسهلا فيكم وأهلا بالسادة المشاهدين. حقيقة نحن اليوم احتفلنا باليوم العالمي للتلفزيون. هذا اليوم اللي يعني نحتفل به بأحد الوسائل الإعلام المهمة جدا، اللي على الرغم من مرور السنوات الكثيرة على بداية ظهوره، إلا أنه ما يزال الوسيلة الأقوى في التأثير وفي جذب الجمهور. فهو الوسيلة اللي من خلالها بيتم نقل الصوت والصورة والتأثير في جميع الاتجاهات وفي أفكار وتوجهات الجمهور. فنحن اليوم عندما نحتفل بالتلفزيون ويومه العالمي، فنحن نحتفل به ليس كأداة، وإنما نحتفل به بفلسفته ودوره المؤثر في جميع الاتجاهات وكمصدر للمعلومات والأخبار. صحيح، تغيير كبير ومتواصل في معايير المحتوى الذي يقدمه التلفزيون بشكل عام. هل يمكن اليوم أن نقول بأنه تفاعل مع الإيقاع السريع والمتغير في نفس الوقت المشاهد؟ صحيح، على الرغم من التطور الحاصل الآن في تكنولوجيا الاتصال والإعلام والثورة الرقمية و ظهور مواقع التواصل الاجتماعي اللي نشهدها الآن بجميع منصاتها، إلا أن التلفزيون استطاع أن يواكب كل هذه التطورات وتبعياتها بما فيها تغير أذواق وأنماط المشاهدين. استطاع التلفزيون الآن من خلال التلفزيون الرقمي والسمارت تي في أن يلبي احتياجات الجمهور من حيث أذواقهم، من حيث ما يبحث عنه المشاهد. المشاهد الآن لم يعد مشاهدا أو مستقبلا سلبيا، أصبح يرغب في أن يكون هناك تفاعل، أن يحدد ما يريد أن يشاهد، ما يريد أن يتابع. وهذا الآن ما وفره له التلفزيون المتطور بكل تقنياته الحديثة. جميل جدا. طب خليني أسألك أستاذة حنين، مشرفتنا هنا في الاستوديو، يعني صراحة قفزات عظيمة تحققت في هذا الجانب والاتجاهات أيضا المعرفية الترفيهية الثقافية، بس لماذا يعني لم يتأثر التلفزيون بكل التقنيات الجديدة التي ظهرت يمكن من بداية ظهوره ونحن صغار إلى اليوم؟ طيب بداية خلينا نسأل، هل تغير ولا ما تغير؟ لا، وحافظ على هويته أو الرسالة اللي بيأديها التلفزيون، ولكن تطور مع مرور الوقت. كان أبيض وأسود أيام زمان، بعدين صار ملون، الآن أقدر أحتفظ بالأشياء اللي أبغى أشاهدها، أقدر أشغل عليه برامج وسائل تواصل اجتماعية من خلال شاشة التلفزيون. فهي تطورت مع تطور التكنولوجيا والشيء اللي بيحصل، فما نقدر نقول انه هو يعني حافظ على هويته الاصليه الاساسيه كتلفاز، ولكن تطور بتطور الوقت وتطور الوسائل والتكنولوجيا اللي بنشاهدها في زمننا هذا. بس يمكن يعني مع ظهور مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي اليوم نقدر نقول بان التلفزيون انظلم شوي، ما اخذ حقه. صحيح ان التلفزيون موجود في كل بيت،
يعني ما في بيت في العالم ما يخلى من تلفزيون، بس مو كل شخص ممكن أنه يشاهد أو يستمتع. صاروا أغلب الناس حتى زي ما ذكرتي بيشغلوا على التلفزيون منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فكيف تعامل اليوم صانع المحتوى المرئي مع انخفاض المشاهدات في التلفزيون؟ صحيح، وهذا السؤال يمكن دائما أطرحه لطالباتي من باب الفضول للجيل الجديد، هل في أحد بيتفرج التلفزيون في ذا الوقت في الوقت الحاضر؟ بالضبط. طلع ايوه هو في النهايه دور اساسي، دائما بنلاحظ في رمضان في وقت الفطور المسلسلات العتيقه اللي احنا دائما بنتفرجها، نرجع اذا جاتنا اخبار يعني مهمه بتصدر بنرجع ايش بدايه للتلفزيون. ايوه موجود، ونحاول انه نوفق ما بين اصاله التلفزيون ووجوده وما بين انه احنا نكون في رتم سريع للابديت في التلفزيون. دائما يعني حسب ما بنعلم الطالبات انه ظهورنا كحضرتك ياخذ اجراءات طويله، ولكن اذا انا بانشر شيء على مواقع التواصل الاجتماعي سهل، فما بين ذاك وذاك نحاول نوازن. لازال لو خاصيه لمه العيله الحلوه، فيمكن هذا اللي ايش مخلي وجوده لسه الى الان قوي وحاضر. انا ما يحتاج تقنعيني شخصيا، يمكن كلنا اليوم ما نتفق انه فعلا ما في زي التلفزيون وما له اي منافس ابدا حتى مع ظهور منصات التواصل الاجتماعي. طيب دكتوره خلود خليني اسالك، يعني اليوم ما شاء الله تبارك الله نشوف اقبال كبير من البنات والطالبات في كليه الاعلام على هذا المجال، فنبغى نعرف ما هي المخرجات التي تقدمها الجامعه اليوم في مجال الاعلام، وكيف تبدو الفرص المتاحة في هذا المجال؟ حقيقة نحن اليوم في جامعة الملك عبد العزيز والأخص كلية الاتصال والإعلام نحرص على أن نخرج أو تخريج طالبات مؤهلات في جميع التخصصات الإعلامية بما فيها تخصص الإنتاج المرئي والمسموع، طالبات لديهم القدرة العلمية والمهارية على مواكبة متطلبات سوق العمل، طالبات لديهم يعني ما يؤهلهم لأنهم يجدوا الفرص الوظيفية اللي تخدم هذا الوطن وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030. طالبات لديهم جميع يعني المهارات العلمية والتطبيقية في مجال الإعلام كله بما فيه الصحافة والإعلام الرقمي، الإنتاج المرئي والمسموع بجميع تخصصاته الفرعية، تخصص الاتصال التسويقي، تخصص العلاقات العامة. فحقيقي حريصين أن نخرج كوكبة من هؤلاء الطالبات المتخصصات. طب اكتساب المهارات والخبرة مهم جدا في هذا المجال، فعادة كيف بيتم تدريب العملي للخريجات؟ لدينا شراكات مع جهات تدريبية كثيرة، جهات متخصصة في الإعلام، بحيث أنه يهدف التدريب هذا إلى ربط المعرفة والتطبيق العملي اللي يؤهلهم أنهم يكتسبوا جميع المهارات المعرفية والمهارية والمهنية اللي تأهلهم أنهم يتواكبوا ما يتطلبه من سوق العمل وما تتطلبه المؤسسات الإعلامية من هؤلاء الطالبات. فالتدريب هنا بيكون على مستوى عالي جدا، نهدف منه أنه يعني النمو المهني للطالبات، وأن يتم فيه ربط ما اكتسبوه من مهارات من أساسيات علمية مع المهارات المهنية. جميل جدا صراحة، مجهودات جبارة نشكركم عليها ويعطيكم ألف عافية. طب خليني أسألك أستاذة حنين، يعني صراحة التلفزيون أو جهاز التلفزيون اليوم لم يعد مثل السابق، ما صار يشبه النسخة القديمة اللي كنا عايشينها زمان، فبرأيك كيف خدمت التقنيات الجديدة هذه التقنية أو هذا الجهاز بالنهاية لخدمة وصلاحية رفاهية المستهلك، خصوصا أن المشاهد اليوم ما صار أي شيء يرضيه، صار صعب الإرضاء. جميل، خلينا نقول مشاهد هذا الزمن مشاهد ذكي قادر أنه أنا أختار. ذكرت دكتورة خلود سابقا أن المشاهد الآن صار متفاعل، أنا أقدر أوقف ما أتفرج الشيء اللي أبغاه، بالضبط أقدر أغير القناة بكل سهولة، أنا عندي خيارات متعددة. أقدر حقيقي زي ما ذكرنا أنه أنا ما قدرت أتابع الشيء اللي أنا مفترض أتابعه،
حوقف عليه. يمكن الوقت أو الشيء اللي الآن راح يتم إنه أنا أعرف باحتياجات، أوكي الزمن جالس يتطور، اهتمامات أو ظهور أشخاص في السوشيال ميديا، نلاحظ إنه التلفاز دائما يستقطب هذه الأشياء عشان أوفق ما بين الناس اللي مهتمين بالتلفزيون، الكوكبة المميزة في التلفزيون، الأشخاص الظاهرين أو مميزين في التلفزيون لهم تواجد في عالم السوشيال ميديا بالضبط. وأيضا العكس صحيح، فصار بينهم هذا إيش التوازن صحيح والخلط بينهم، بحيث أنه أنت تأخذ نصيبك من التلفاز وهو يأخذ نصيبه من أيضا السوشيال ميديا. ففي في القنوات أو صناع الدراما أذكياء أيضا في تلبية إيش احتياجات الجمهور، وعارف إنه أنا ما بتعامل مع جمهور بسيط، فبالتالي أنا بقدم له أحسن شيء وأفضل شيء. جميل جدا، شكرا لك أستاذة حنين، شرفتينا ونورتينا في الاستوديو، أيضا كل الشكر للدكتورة خلود، يعطيك ألف عافية وشكرا على تواجدك معنا اليوم، شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل اللي جايين، طيب أنامل مبدعة تصنع الكيك وتبتكر وتعلم الطبخ، انتظرونا.